حتى الآن. إذن لمزيد من تحليل أرقام الجلسة في افتتاحيتها وعلى ماذا تستند السوق السعودي في سلوكها لجلسة هذا اليوم، هذه المرة إلى ضيف السيد يوسف قسنطيني مدير إدارة البحوث والمشورة في الإنما الاستثمار. أحييك سيد يوسف. مرحبا، السلام عليكم سيد يوسف. كيف تقيم بداية الأسبوع، بداية الجلسة؟ التراجعات قوية 123 نقطة، كيف تجدها في بداية الجلسة؟ التراجع متوقع لسببين. أول شيء، على آخر 4 أسابيع كنا عم نحكي أن السوق السعودي في وضع تصحيحي، عم صحح من الارتفاعات القوية، فما هو مفاجئ أن نشوف تصحيحات بالسوق. لكن في عوامل حصلت يعني الأسبوع الماضي دوليا خلي السوق السعودي يتراجع. أول عامل هو أنه بريطانيا وفرنسا دخلت في مراحل ركود، عفوا إسبانيا وبريطانيا دخلت في مراحل ركود اقتصادي وتباطؤ اقتصادي، وهذا بيأثر شوي على وضع الاقتصاد العالمي. نمرة 2، احتمال ألمانيا كمان تنضم حسب رأي كثير من المحللين في دخول إلى وضع كمان ركود. نمرة 3، البيانات الوظائف العمل الأمريكية ما في شك أثرت سلبيا في وضع الأسواق خاصة الأمريكية. رابعا، في عنا انتخابات رئاسية نتائجها تظهر غدا بالنسبة لدولتين اللي هن فرنسا واليونان، خاصة اليونان، وهذا عم بسبب شوي توتر للمتداولين عالميا. خامسا، الأسواق الأمريكية فيها تراجع قوي، كان اللي شفنا الناسداك حوالي 2.25، الداو جونز 1.3، النفط خاصة تراجع 6% على آخر جلستين. على الخميس والجمعة كان في تراجع قوي جدا بأسعار النفط، وهذا من العامل اللي بيأثر على السوق المحلي. كل هالعوامل المجتمع بعتقد أثرت سلبي في افتتاح السوق اليوم. طيب سيد يوسف، كنت في قراءة أيضا ذكرت كيف كان أداء السوق منذ بداية العام لغاية جلسة الأربعاء، يعني لن نحتسب جلسة اليوم لأنه ستختلف لدينا القراءة. كان في نمو بحدود 18% بكل المؤشر. أفضل القطاعات أداء كان التطوير العقاري، ارتفع 54%، تلاهي النقل 53%. من الأربع القطاعات الرئيسة لدينا اللي هي الاتصالات، الإسمنت، البنوك، كان لدينا وكان الأداء فيها الأفضل كان هو قطاع الاتصالات الذي ارتفع 34%، والأقل حظا بين هذه القياديات البتروكيماويات 10%. باعتقادك، تقييمك من بداية العام حتى الآن لسلوك القطاعات كيف تجده؟ القطاعات طبعا الاتصالات والنقل والتطوير العقاري ما كانوا اخذين حقهم كتحليل اساسي. بعتقد الاساسيات لحقت خلت اسعار الاسهم ترتفع حتى الاساسيات تلحق بسعر الاسهم. قطاع البتروكيميكال بيعتمد كثير على اسعار النفط. اسعار النفط بنشوف يعني تاريخيا لما تكون مرتفعه قطاع البتروكيميكال بيكون مرتفع. اذا اخذنا على سبيل المقارنه مثلا بين اسعار النفط وسابق، لما كان اسعار النفط على 147 تقريبا سابق كان بهالمستويات، لما تراجع على مستويات ال 30 دولار سابق كان كمان بهالمستويات 30 ريال، يعني المستويات نفسها العمله مختلفه كانت. فالان تقريبا سابق واسعار النفط بتلاقيهم بنفس الاتجاه ونفس المستوى، وما في شك انه سابق هي بنعرف انه بشكل اكثر من 70% تقريبا من قيمه قطاع البتروكيميكال. فما هو غير طبيعي نشوف اسعار سابق تتراجع مع تراجع اسعار النفط القويه، لكن لازم نعرف ليه اسعار النفط فعليا تراجعت. هي اهم سبب انه الشيكاغو ميركنتايل اكسشينج اللي هو السوق اللي بتداول عليها كثير من السلع خاصه النفط والحبوب والمعادن الثمينه الى اخره، هل فرضت او بطل في واحد ياخذ مارجن لاندنج او يقدر يقترض حتى يشتري العقود بسهوله مثل قبل، رفعوا القيمه تاعت المارجن لاندنج، فبهذا اللي ضغط كثير على سوق السلع خاصه طبعاً النفط. طيب برجع من جديد الى السوق السعودي. هذا الاسبوع لدينا احقيات توزيع ارباح، اليوم على سبيل المثال لدينا صافون لتوزيع للربع الاول 3%، عندنا الجوف الزراعي 20% لل 2011، وفي الغد ايضا موبايلي ستوزع او ستصرف 10% نقدي. كيف برايك ستكون تحركات حاملي الاسهم بعد اخذهم لهذه الارباح؟ طبعا الارباح بياخذوها اليوم، لكن اسعار الاسهم اخذت بعين الاعتبار بوقت سابق لهالشركات. بعتقد فرصة جيدة للي بيقبضوا الأرباح تحت الأسهم اليوم أنه يقتنصوا الفرص بنزول اللي عم بيحصل بالسوق السعودي.
الان خاصه في بعض القطاعات وبعض الاسهم اللي بعتقد نفسيا وعلى المدى القريب السوق عم بتاثر فيها. طبعا احنا في تصحيح قد نكون عم ندخل في تصحيح حول اولى الان، لانه تصحيح ادم انتهينا منه، فهذا قد يكون نزول حول اولى. هذا النوع من التصحيح يمكن صار شويه وقت يكون حاد اكثر من حول اولى اكثر من ادم، وفي فرص حلوه تكون بالسوق خاصه اذا بنطلع على مقارنات الربحيه والايميل يعني التقييم الاساسي للشركات هيدي، بعتقد التوزيعات هيدي جاي بمحل الان. طيب بالنسبه لتوجه السوق الملحوظ تجاه اسهم قطاع التطوير العقاري، ليس فقط كون الافضل اداء منذ بدايه العام، ولكن فعلا في تركيز واضح دار الاركان اعمار وبعض من اسهم القطاع، باعتقادك انه في التوجه سيقوى حتى نهايه الربع الثاني من هذا العام تجاه هذه الاسهم؟ التطوير العقاري بعتقد في بعض الشركات عندها محفزات قوية جدا وأساسيات ممتازة، برجع بشوف أنا أنه بس ينتهي التصحيح هذا اللي بيكون فرص جيدة للدخول فيها مجددا، أنه بتواصل استمرارا لمحفزات الموجودة عليها. نطلع على التداول اللي على قطاع التطوير العقاري الآن من ناحية الأحجام، 28.6% من إجمالي السوق عم بتداول في قطاع التطوير العقاري. طبعا معدل العام الماضي كله كان يعني 2011 كان حوالي 10.9%، إذا بنطلع على القيمة المتداولة للقطاع هذا تقريبا حوالي 20.1 من إجمالي القيمة المتداولة للسوق. فالتركيز ما في شك انه القطاع الاهم الان للتداول من ناحيه احجام وقيم هو قطاع التطوير العقاري، يلي دغري قطاع البتروكيميكال اللي هو من ناحيه القيم عم بتداول 25.6% من اجمالي الاحجام تاعت التداول، وحوالي تقريبا 30% من اجمالي القيم التداول. فالقطاعين هذول اللي عم بتداول عليهم بكثافه بشكل عالي كثير الان بالسوق، اثنين مع بعض بشكل تقريبا اكثر من حوالي 55% من اجمالي التداول بالسوق. نعم سيد يوسف قسنطيني، وانت مدير اداره البحوث والمشوره في الانماء الاستثمار، شكرا.